أمريكا تدرس إمكانية تفكيك شركة جوجل في خطوة غير مسبوقة لمكافحة الاحتكار، والتي لم يشهدها السوق الأمريكي منذ المحاولة التي لم تنجح لتفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين. هذا التطور يأتي بعد قرار القاضي أميت ميتا الذي قضى بأن شركة ألفابت المالكة لجوجل قد استحوذت بشكل غير قانوني على سوقي البحث والإعلانات عبر الإنترنت. إذا تقدمت وزارة العدل بهذه الخطوة، فإنها قد تكون الأجرأ في تاريخ مكافحة الاحتكار الأمريكي، وقد تشمل تفكيك أجزاء رئيسية من الشركة مثل نظام التشغيل أندرويد ومتصفح كروم، وربما بيع منصة جوجل أدز المعروفة سابقاً باسم أدوردز. الخطوة تتعلق أيضاً بمنع جوجل من استخدام العقود الحصرية وفرض قيود على استخدام الشركة للذكاء الاصطناعي. التقارير تشير إلى أن جوجل تستفيد من هيمنتها في سوق البحث لتعزيز تفوقها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع أمريكا لفرض قيود على كيفية استخدام الشركة لبيانات المواقع في منتجات الذكاء الاصطناعي. من المحتمل أيضاً أن تشمل الحلول المتوقعة إجبار جوجل على مشاركة بياناتها مع منافسيها، وكل هذا يشير إلى أن جوجل قد تواجه تغييرات جذرية في هيكلها التنظيمي في خطوة تعكس جدية السلطات الأمريكية لمواجهة الهيمنة الرقمية لشركات التكنولوجيا العملاقة.